Good afternoon, dear parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our new STARS news bulletin. عدى أول أسبوع وثلاث أيام من الدراسة، أسبوع عشان الأسبوع الأول كان كامل، وثلاث أيام عشان الأسبوع ده كان فيه يومين أجازة. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية وبداية العام الهجري الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر العظيم، واللي حاولنا ان احنا نحتفل بيه مع ابنائنا في ستارز من خلال ايجيبت داي اللي كان يوم الاربع، والولاد استمتعت جدا واحنا استمتعنا بلبسهم الجميل والالوان اللي كانوا لابسينها علم مصر، وبعضهم لبس ملابس عسكرية، وكان مشهد جميل جدا استمتعنا بيه كلنا. كل سنة وحضراتكم طيبين. ابتدى العام الدراسي ونتعشم إن شاء الله ونأمل إنه يكون عام دراسي متميز من كل الجوانب، إحنا بنبذل أقصى جهد إنه السنة دي تكون سنة متميزة على أبنائنا جميعا في جميع المراحل. عادة ببتدي بحبايبي الصغيرين كي جي ديبارتمنت، عملوا حفل حج أكثر من رائع وكان ممتع لحضراتكم ولينا كلنا. المشهد كان جميل جدا، الساتينج بتاع الاحتفالية كان رائع، حضراتكم كنتم مشرفينا والأولاد كان شكلهم في قمة الجمال والروعة. طبعا بشكركم على الحضور وبشكر الأولاد على المشاركة الجميلة دي، وده أكد لي أنه قرار الاستمرار أو إقامة هذا الحفل حتى لو متأخر أو بعيد شوية عن موعد الحج الأصلي كان قرار صائب وصحيح. كمان يوم الأربع كان فيه إيجيبت داي، والأولاد عملوا أكتيفيتيز وحاجات في المورنينج لاين جميلة جدا استمتعوا بيها. وكان قبل كمان حفل الحج كان في ويلكم بارتي لبري كي وكي جي 1، علشان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده احنا ما خليناهمش اشتركوا في حفل الحج خوفا ان هم دول مراحل لسه اول مره ليهم في المدرسه، فخفنا عليهم من انه العدد الكبير وصوت المايك العالي والزحمه تخوفهم او تقلقهم، لان هم يدوبك لسه بيكونوا بيتعودوا على المدرسه. بالنسبه دي كان بالنسبه للاحداث اللي حصلت في الكي جي الاسبوع الماضي. بنبعت لحضراتكم زي ما احنا معتادين الويكلي بلان بتاعه الاسبوع اللي جاي، دايما بنبعت لكم الاسبوع القادم ايه اللي هيحصل مع الأولاد. إحنا قبل كده كنا بنبعت الماتيريال كفرد، وات واز كفرد ديورينج ذا ويك، بس من السنة اللي فاتت لقينا إن هو أفضل لبارنتس الكي جي إن هم يعرفوا البلان إن أدفانس، علشان أنا كل يوم أعرف ابني المفروض راجع عمل إيه في المدرسة أو عرف إيه، وأبتدي أريفرش المعلومات والحاجات اللي اتعلمها دي معاه، مش أعرف أسبوع كامل بعد نهايته. لو اتنقلنا للمرحلة الابتدائية، طبعا دول أكبر شوية وبيفهموا أكتر شوية الأحداث زي حدث انتصارات أكتوبر. احنا محتاجين قوي ننمي الشعور بالوطنية والانتماء عند أبنائنا، وأنا توتلي ضد انتقاد البلد وأوضاعها وأحوالها قدام الأطفال الصغار، بالعكس إحنا نحاول نضيء الجوانب المشرقة في تاريخ مصر لأولادنا عشان يطلعوا إن شاء الله أبناء منتمين للبلد دي، ويحاولوا يمكن هم يقدروا يصلحوا أي حاجة إحنا مش قادرين دلوقتي نصلحها أو بنحاول نحلم بمستقبل أفضل الأمل في الأولاد دول. فالبيرنتس اوف ذا برايمري ستيج وممكن الكي جي كمان نتكلم مع أولادنا عن انتصارات أكتوبر المجيدة وإزاي مصر حققت انتصار كبير جدا ما كانش متوقع
من العالم كله ونفهمهم انه قد ايه الجنود والجيش المصري اللي في الوقت ده حقق معجزة او حدث او انجاز كبير جدا، هم ابطال وهم جنود مصريين مخلصين كانوا بيسيبوا بيوتهم واهاليهم علشان يدافعوا عن الوطن. وانا لازم اقول في الموضوع ده ان والدي الله يرحمه كان احد ابطال اكتوبر اللي انا بفخر بيه في كل مكان، ودايما اقول انا ابنة بطل من ابطال اكتوبر، ودي حاجة تدعو للفخر يعني الحقيقة، لانه كنا اطفال انا واخواتي ومحتاجين جدا لبابانا، لكن هو كان بيؤدي واجب وطني اكبر كتير، يعني اكبر بكتير من رعاية اسرته الصغيرة. بالنسبة للهومورك كلاب والويتينج، تلقينا تساؤلات كتير من البارنتس، ليه ما فيش ويتينج بعد المدرسة للأمهات العاملات اللي بيتأخروا على أولادهم؟ فعملنا نوعين من الويتينج في الكي جي والبرايمري. نوع جاست ويتينج، إنه يقعد ينتظر مع شخص مسؤول عن الإشراف عنه لحد وصول والده أو والدته من العمل، ونوع تاني بنستثمر فيه الوقت اكتر شوية لانه مامي او بابي بيتأخروا في الشغل، فنبتدي نعمل معاه الهومورك تحت اشراف مدرسين متخصصين يساعدوه في عمل الهومورك، او على الاقل البداية في عمل الهومورك حتى لو ما قدرش يكمله كله. وبعتنا لاتر بالموضوع ده، ولكن للأسف زي ما دايما بقول لحضراتكم، اي حاجة بنبعتها ونقول ترجعوها حضراتكم تاني بالرد بتاعكم عليها ما بترجعش غير بنسبة ضئيلة جدا، فياريت اللي ما ردش حتى لو لا يرغب، احنا كاتبين waiting service homework club لا ارغب في الاشتراك، فالبيرنتس اللي هم ولادهم مش بيروحوا بالباص ياريت يقولوا لنا هل يرغبوا في الاشتراك في أي خدمة من الخدمات المقدمة after school، ولا لا أرغب وأنا باجي في معادي ومش محتاج الخدمة دي لابني أو لبنتي. نفس الحكاية بالنسبة لاستمارة تحديث البيانات، والله إحنا بنحاول ننظم عملنا بقدر الإمكان وننظم المعلومات اللي عندنا عن كل طالب وتكون محدثة، برضو كتير من استمارة تحديث البيانات أو الانفورميشن شيت ما رجعت لناش بالبيانات المحدثة ومعاها العشر صور شخصية اللي طلبناها من حضراتكم. فبرجاء إعادة الانفورميشن شيت وفيها كل البيانات المطلوبة والصور الشخصية لابننا أو بنتنا، عشان إحنا بنحتاجها لاستخدامات كتيرة في مصلحة الطالب داخل المدرسة. بالنسبة للكتب والبوكلتس، كان في تساؤلات كتيرة عن تأخير بعض الكتب أو بعض البوكلتس. أنا وضحت ده لبعض البارنتس اللي وصلوا لي بالتليفون واتكلموا معايا شخصيا، والتي سي آر كمان بيوضح ده، إنه في كتب متأخرة في استلامها إحنا ما استلمناهاش من الإدارة التعليمية. احنا كل يوم بنتابعهم وبنرسل مندوب من المدرسة، وطبعا بعض الكتب المتأخرة بالتبعية البوكلتس بتاعتها فيها تأخير، هي رادي بس احنا عاملين لها هولد خوفا من انه يكون في تغيير في المناهج، فده خارج عن الإرادة. بعض البارنتس قالوا ان في مدارس استلمت الكتب، هو احنا مش بنستلم من الوزارة، احنا بنستلم من الإدارة التعليمية التابعين لها، فالوزارة لما بتوزع على الإدارات التعليمية مش بالضرورة كل الإدارات بتوصلها الكتب في وقت واحد، بتوصل تباعا، ولكن ما تقلقوش الموضوع ده هيتحل في أسرع وقت وإن شاء الله مش هيسبب لنا أي مشكلة. الفيسبوك بيج احنا بنحاول كل يوم نعرض على حضراتكم كل ما هو جديد في ستورز، فبرجاء متابعتها بشكل منتظم علشان نعرف المدرسة. طبعا السوشيال ميديا
انا بعتبرها دبل ايدجد ويبن، سلاح ذو حدين، خلونا نستخدمها في الحد او الشق الايجابي منها، وهو ان احنا نشوف الفيسبوك بيج بتاعت مدرسة اولادنا كل يوم، ونتابع كل ما هو جديد في المدرسة. بالنسبة للتي سي ار، بنحاول او من فضلكم علشان نحاول نقلل الضغط عليها، نكلم التي سي ار لما يكون الموضوع ما ينفعش يتحل بارسال رساله بسيطه او مختصره في الدي تو دي. يعني اول channel of communication is the day to day، ابعت للتيتشر او للشخص المختص رساله في الدي تو دي، هتلقى نفس الاهتمام وهيترد على حضراتكم فيها. لكن خلي التي سي ار لحاجه انا حاسه كوليه امر او كوليه امر ان عايزه اشرحها بشكل مستفيض لشخص يسمعني، مش هينفع اكتبها في رساله. لو رحنا لستارز 2، ستارز 2 السنه دي الحقيقه في ثوبها الجديد، الاداء انا شخصيا حاسه باختلاف فيه، حاسه بانه في حاجات كتير بتحصل في المدرسه مميزه جدا. انا قمت بتكريم الطلبه اللي اشتركوا في الوظائف الصيفيه، احنا زي ما حضراتكم عارفين عملنا سامر جوبز لطلبه الاعدادي والثانوي، واشترك بعض الطلاب في السامر جوبز دي، وانا كرمتهم في اللاين وقبضوا أول مرتب صغير ككبار أو طلبة دخلوا مرحلة مختلفة من حياتهم. هو مبلغ رمزي وبسيط، ولكن الهدف منه مش القيمة المادية، هو القيمة المعنوية وإعلاء قيمة العمل وكسب المبالغ أو المرتب أو الربح المادي بعملي. ان مش ماما وبابا بس بيدوني مصروف، انا اقدر اشتغل واكسب مبلغ، يبقى ده بتاعي انا تعبت فيه وكسبته بصحياني بدري وبتعبي وان انا رحت الشغل ورجعت من الشغل. انا بدأ I'm trying شوية to copy what's going on in different countries all over the world. الولاد بتبتدي تفهم فكرة كسب الأموال أو الفلوس من خلال مجهودها الشخصي، مش بيفضلوا totally dependent على مامتهم وباباهم. هي رمز أو رسالة بسيطة غير مباشرة إنه يحسوا بماما وبابا قد إيه هم بيتعبوا في شغلهم علشان يقدروا يجيبوا لنا الفلوس والمبالغ اللي بتتصرف علينا، سواء في مصروفات المدرسة أو في طلباتنا الشخصية. هم بيتعبوا عشان يحصلوا على ده، مش حاجة بتيجي سهلة. الـ English conversation sessions في STARS 2 الحقيقة are doing really great. الولاد مستجيبين جدا مع مستر جيمس. الحصص عاملة فرق في الـ communication أو fluency and accuracy of using the English language في الولاد، وهنحس بده مع مرور الوقت، لأنه listening and speaking are two of the very important skills of speaking a foreign language. When we were in the university, our professor used to say the language begins with the ear. When I listen to correct native accent, I produce the same correct accent. So that's what we are after من الـ conversation sessions. بالنسبة للـ math department كمان، أنا شفت بعض الـ classes بتستخدم فيديوز لشرح الـ mathematics وتقسيمه وتجسيده بشكل أكبر للطلبة، وده الحقيقة أنا شفت إن الولاد مستجيبين ليه جدا، وبيعمل عملية visualization للمعلومة بتاعت الماثماتيكس اللي ساعات بيبقى الطالب مش قادر يتصورها. الفرنش بيعمل activities once a month علشان الفلونسي and accuracy in using the second language as well. والسنة دي احنا focusing قوي في languages whether it's English, French or German على
speaking, على using the language fluently and accurately. القصة مش grammar and vocabulary and that's it. لا، موضوع اللغة بيعتمد على الكوميونيكيشن بشكل كبير. بالنسبة للغة الألمانية، جوتا انستيتيوت أو معهد جوتا للغة الألمانية بيعمل امتحانات لشهادات دولية معترف بها عالميا. احنا هنعد الولاد في المدرسة ان شاء الله بقيادة هير سامح مصطفى. هو قال انا هنشتغل مع الولاد ونعدهم لهذه الامتحانات ان شاء الله في شهر مارس الامتحانات. قبل ما اختم البولتن بتاعتي، حابة أقول لحضراتكم أو أفكركم ببداية النشاط الـ Extra Activities الـ Primary يوم الثلاث والـ KG يوم الخميس. الـ Activities السنة دي مختلفة، ليها طابع مختلف، فيها شق كبير أكاديميك وقرآن وبعض الحاجات اللي الـ Parents كانت بتبقى حابة قوي إنها تبقى موجودة. فأتمنى إن إحنا نشترك لأولادنا. الفلايرز جات لحضراتكم النهاردة. الأكتيفيتيز فعلا معمولة بإطار واستفادة كبيرة. في الكيجز في حاجات كتير أضيفت، زي الأدفنتشر كلاب، الكريزي كرييتر، الجيرمان كلاب. في البرايمري في حاجات كمان أضيفت زي الهاند رايتنج، الخط العربي والهاند رايتنج بالإنجليش. في حاجة في الساينس اسمها بودي كير برودكتس، هيعملوا بودي كير برودكتس في الساينس، ريسايكلينج. الحقيقة الفلاير وصل أكيد لحضراتكم، مش هقدر أعد كل الأكتيفيتيز، بس الموضوع السنة دي مفيد جدا، متطور جدا، مختلف جدا إن شاء الله. ببقى عايزة أتكلم بسرعة وأقول كل المعلومات قبل ما الوقت يخلص. Have a nice weekend. Enjoy this long weekend. عشان كفاية أجازات بقى، مفيش long weekends for a while، علشان نكمل شغلنا. ومع تمنياتي إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والسعادة لكل النجوم الصغار. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.